النهاردة في على مسؤوليتي عاوزين نكمل السلسلة التي تتعلق بعالم الصناديق الذي يوجد في صندوق أكبر، هو الصندوق الأسود الذي يتعلق بالنظام السياسي المصري. لما كنا بنتكلم على الصندوق الأسود كنا بنتكلم على مساحات صغيرة في الطائرة، ولكن في الحالة المصرية نستطيع أن نقول أن عالم السياسة بما يشكله من أدوات وتحالفات ومصالح ودولة عميقة بيشكل في معظمه صندوقا أسود، الصندوق العتمة. هذا الصندوق لما كنا بنتكلم عليه بدأنا نتكلم عن صناديق كثيرة تتابعنا في هذه الصناديق حتى وصلنا إلى صندوق الإعلام. صندوق الإعلام لا يتوقف، صندوق الإعلام لا يتوقف عن ضخ الأكاذيب. صندوق الإعلام كذاب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابة. هذا الإعلام الفاجر التاجر هو الذي يشكل العقول للأسف الشديد ويقوم بعملية شديدة الخطورة في تشكيل هذه العقول. إذا كنا بنقول عليه صندوق أسود فهو بيسود العقول. بيسود العقول يعني بيطمسها. بيطمس العقول يعني بيبدد وعيها. بيبدد وعيها يعني بيستطيع أن يشكلها كيفما شاء. هذا هو الأمر الأساس الذي يتعلق بالإعلام في صندوقه الأسود الذي يتلاعب بالعقول. لو احنا كنا بنقول ايه هي المشكلة التي تتعلق بهذا الجانب الإعلامي، فالمشكلة في حقيقة الأمر تقع في ان عملية التلاعب بالعقول لا ترتبط فقط بهذا العقل الذين يحاولون حشوه بكل ما يؤدي الى تغذية ما يمكن تسميته بعقلية القطيع أو عقلية الرعاع أو هذه العقلية التي تقوم على مسح الأمخاخ. لا، المسألة أبعد من كده. المسألة إنه بيحاول يزيف الواقع ويحاول أن يخلق واقع غير الواقع ويحاول أن يقنعك بأن هذا هو الواقع وهو ليس بواقع. المسألة دي مسألة مهمة جدا لازم نتوقف عندها لأنها شديدة الخطورة وبتستاهل إن احنا نتوقف عندها لأسباب كثيرة. لأن هو ده من صندوق الإعلام الأسود، حينما يسود هذا الأمر فإنه يحاول تسويد الواقع وتغييمه وتعويمه وتعتيمه في محاولة أن يرسم هذا الواقع كيفما يريد. هنا المشكلة. المشكلة هنا في الناس وفي وعي الناس. ومن ثم لما بنقول ان دي معركة وحش بنؤكد على هذا الامر. كل معارك الصناديق السوداء هي معارك وحش في البداية، لانه حينما تعي حقيقة المرض الموجود وتحاصره حتى لا يستفحل فانت بذلك قادر على المقاومة وقادر على تعاطي الدواء الذي تستطيع به مقاومة هذا المرض أو التمكن منه. هو ده المعنى. علشان كده لما بنتكلم عن الواقع بتتم عمليات كثيرة، بتتم عمليات مش تغيير الواقع، لا، ده عمليات تصوير الواقع على غير حقيقته. وهو ده بالضد لتعريف الواقع، لأن الواقع هو تعريف الحقيقة على حقيقتها وتعريف الوقائع بمسمياتها والتأكيد على أن هذا الواقع هو كذا وكذا بتعيناته. إذن في مشكلة خطيرة لأنه بيحاول أن يبدل مفردات الواقع، وهنا مسألة مهمة جدا. نمرة اثنين، هو يحاول أن يدلس على الواقع ويزور عليه ويكذب ويكذب حتى يمكن أن يكون صورة ويصنع صورة هي ليست حقيقة الواقع، ولكنه يحاول أن يصدرها بشكل أو بآخر. أيضا هو يضيف للواقع أوزان مش فيه،
في أشياء مهمة في الواقع يخفيها ويحتم عليها، وفي أشياء أقل أهمية في الواقع يبرزها ويحاول أن يجعلها هي الأساس. عمليات تسميم بعضها من بعض تؤثر في الإدراك وتؤدي إلى هذا الإدراك الذي يختل فيه عالم الأولويات، ولا تتعرف إيه اللي هو المهم في الواقع الذي يجب أن تتوقف عنده، وإيه هو غير المهم في هذا الواقع اللي للأسف الشديد هو اللي بيضخم وبيهول ما بين تهوين العظيم وتهوين شأن الأمر الجلل، يتم بعد ذلك تهويل التافه. هو ده الأمر المهم جدا في هذا السياق. عاوزين نتكلم على كل هذه الأشياء لأنه المسألة التي تتعلق بصياغة الواقع هي عملية وعي حقيقة. أنت شايف الواقع إزاي؟ ولذلك لما بتقارن ما بين المسائل كلها وتقارن ما بين إعلام وإعلام بالنسبة للي بنراه ونشوفه في أحداث اليوم ووقائعه، تجد للأسف الشديد التلفزيونات الرسمية والحكومية، التلفزيونات الخاصة والبرامج التي تقوم بها ليل نهار تحاول غسيل المخ الجماعي، كأنه ما فيش حاجة في البلد، كأنه ما فيش معارضة، كأنه ما فيش احتجاجات، كأنه ما فيش مظاهرات، أو لو في مظاهرات فهم 5 6 7 8. المسألة شديدة الخطورة، لأنه زي ما بيقول لك هو بيهون من الأمر الجليل ويحاول تهويل الأمر التافه. المسألة الأساسية التي تتعلق بذلك هو ما يمكن تسميته كيف هو يحاول تهيئة البيئة لمثل هذا الشأن. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، لأنه هو علشان يعمل ده لازم يعمل تهيئة للبيئة بشكل من الأشكال، ويهيئ المناخ على نحو أو آخر، ويصنع الحالة اللي موجودة في هذا الإطار. ولذلك مهم جدا إن احنا نعرف إزاي تعد المسرح لمسألة ستتم بعد ذلك في المسألة التي نريد أن نتحدث عليها، اللي هي مسألة صناعة الأحلام وتسويق الأوهام. أيوة، هو ده المعنى. شغلة الإعلام الآن وفي هذا الزمان وفي هذا التوقيت بعد هذه الحالة الانقلابية هو صناعة الأحلام وتسويق الأوهام. أظن دي مسألة خطيرة، إنها تجور على العقل، تجور على ملكاته، تجور على بصيرته، تجور على وعيه، تجور على كثير من مناطق تدبره وفهمه. لأن العقل ربنا زي ما هو بنقول في أمثالنا الشعبية، العقل زينة. زينة العقل في أنه بيزين صاحبه، لأنه بيديله وعي، بيديله حكمة، بيديله صلابة، بيديله قدرة، بيديله أنه محدش يضحك عليه. ولذلك كانوا بيتريقوا على هذا الذي يتحدث عن العقل وهو ليس بعقل، يقول لك اديني عقلك وامشي حافي. لما بيقول كده ده معناه يعني ان عقله لا مؤاخذه ما بيستخدموش. هذه المسائل المهمه جدا في اطار صناعه العقل وصناعه وعيه، غير صناعه العقل وصناعه تغييبه وزيفه. هو ده الامر، معركتين مهمتين بيخوض الإعلام هذه المسألة في إطار الصحبة الجدد اللي بيحاولوا يزيفوا الواقع علشان يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. الحبال بقت بتسعى، بقت حيات تسعى. هو ده الأمر، ويخيل ليه؟ لأنه بيصنع واقع غير الواقع. هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نؤكد عليه، ونؤكد أنه عملية التهيئة هي المسألة الخطيرة، لأنه الحاوي أو الساحر اللي عاوز يدلس على الناس
بيحاول أن يخفي عنهم أشياء ويعتم على أشياء حتى لا يراها، فيرى النتيجة بشكل معين فيقول أن ما فعله هو فعل ساحر، ولا يفلح ولا يفلح كيد الساحر أبدا. هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نؤكد عليه في هذه المسألة التي تتعلق بهذا الصندوق الأسود، صندوق الإعلام. إيه بقى المسألة التي تتعلق بالمناطق وبالأدوات والعمليات التي تتعلق بعملية التهيئة؟ ده مسألة مهمة جدا. أول شيء في هذا الإطار هو بيصنع ما يمكن تسميته بإعلام المغارة. أيوة المغارة. المغارة هنا للأسف الشديد بيصنع المجتمع كله زي المغارة، يعتم ويغيم على ما يريد ويقلص حجم المعلومات. هو فقط الذي يعرف كلمة السر زي حكاية مغارة علي بابا. أظن إن ده مسألة خطيرة جدا، إنه يصل بنا الأمر إلى هذا الحد الذي يكون فيه إعلام المغارة هو الذي يتحكم في الشأن كله، ويغيب المعلومة الحقيقية، ويصدر معلومة غير المعلومة، ويعرف هذه كلمة السر من هم أصحاب المصلحة في هذا الشأن وفي هذا الأمر. كل هؤلاء يتعاونون ويتحالفون من أجل إحداث ما يسمى بإعلام المغارة. أيوة إعلام المغارة، إعلام الظلم والظلام ومسألة التعتيم وتغييب الناس عن مثل هذه الأفعال وعدم معرفتهم لمفتاح الحق والحقيقة الذي يتعلق بهذه الشؤون. أظن ده مسألة مهمة. هو ده الشأن الكبير اللي بيحاول إنه يهيئه من خلال مغارة ما يعرفش في منها إلا هؤلاء أصحاب هذه المغارة من اللصوص والسابقين. أظن دي مسألة مهمة. المسألة الثانية التي تتعلق بتهيئة البيئة لهذا الإعلام تقع بشيء مهم غاية في الأهمية، هو إعلام الحيرة. إزاي بالتناقض الذي يقوم به الإعلام عن قصد يحاول أن يحدث حالة من حالات الارتباك والحيرة في عقل الناس، فيؤدي ذلك من حيرته أنه يسلم نفسه صاغ سليم لأجهزة الإعلام تسيره كيف شاءت، وتدع هذا المخ تغطيه وتحشوه حيث أرادت، وتوجهه بكل سلوك وموقف حيث رأت. إذن هذه هي المسألة، المسألة تتعلق بهذا الشأن الخطير الذي يتعلق بالإعلام الذي يتعلق بالمتاهة والحيرة، وده بيشكل ما يمكن تسميته بصناعة مواطن المتاهة، المواطن المحتار. أنت إمتى تفترس الشخص؟ لما يكون في حالة حيرة، عدم ثقة، عدم يقين، وتستطيع أن تشكل عقله ضمن هذه الحالة. ما بين إعلام التعتيم والمغارة وما بين إعلام الحيرة الذي يمكن أن يشكل مواطن المتاهة، يحدث ذلك الأمر الذي يشكل هذا الشأن الذي نحن بصدده. شيء مهم ثالث في هذا المقام يتعلق بما يسمى بشيوع الحالة النفاقية، ودي شيء خطير جدا لما بيحاول أنه يشيع بيئة النفاق التي تتعلق بجملة المجتمع عاوز يربي منافقين صغيرين. هو بيقوم بالنفاق وعاوز يجعل من كل الشعب منافق، يحاول أن يقدم ذلك النفاق قربانا لصاحب السلطة أو السلطان. أول ما تيجي سيرة صاحب سلطة أو سلطان أو واحد عاوز يبقى فرعون، تبتدي الأبواق تطبل وتزمر. هذه هي المسألة الخطيرة التي تتعلق بجو التطبيل والتزمير وجو النفاق الذي يمكن أن يحدث في هذا الجانب الإعلامي. هنجد أن البيئة دي
بيئة، أظن أنتم بتسمعوا التلفزيون كل يوم، بتسمعوا الإذاعة، بتشوفوا الجرايد والصحف كل يوم، هذا الأمر أمر شديد الخطورة، يمارسه كل يوم كمسح للمخ. اللي بيحاول إنه يبقى صادق بيقولوا له لا ده مش هيكسبك، ده هيوديك ورا عين الشمس، ومن ثم خليك ماشي مع الرايجة، واللي ماشي مع الرايجة هو صناعة النفاق وصناعة المنافقين. هو ده الأمر الخطير اللي بيتعلق بهذا الشأن، هو شأن صناعة الحالة النفاقية. وفي صناعة الحالة النفاقية أظن أنتم عارفين إيه المبادئ التي تتعلق بصناعة هذه الحالة النفاقية. يقول لك إيه؟ أحلام سعادتك أوامر. أحلام سعادتك أو أوامر سعادتك بكرة تتنفذ أول امبارح. شخبطة ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر. أكلة شهاد جاهزة. علشان كده يمكن تشوف هناك على الكباري وتشوف يفط متعلقة يقول لك اتقل يا شعب الكبير جاي. شوفوا النبي، هل يمكن ويعقل أن تكون هذه اللغة هي لغة صناعة نظام سياسي حقيقي في هذا الشعب؟ اتقل يا شعب الكبير جاي. ايه ده؟ ماذا وصلنا إليه من تدني، وماذا وصلنا إليه من شكل من أشكال الحالة النفاقية المريبة والمريعة التي تؤدي إلى منظومة نفاق كلية؟ أظن ده شيء خطير، شيء يؤكد أن عملية التهيئة دي بتتم على هذا النحو بالشكل الخطير، بأدوات إعلامية، بسحرة فرعون الجدد، هؤلاء الذين يحاولون في كل وقت وفي كل حين أن يصنعوا عقول البشر، يتلاعبون بها ويغسلون أمخاخهم. هذه هي صناعتهم، صناعة الفساد وصناعة الاستبداد. لكن كلمات الإعلام الحق، كلمات الإعلام والبيان الحق، كل هذه الأمور ليس من شأنهم ولا من صناعتهم، إنهم يتركون كل ذلك، إنهم يحاولون أن يزيفون الواقع حتى يحققون كل المصالح التي تؤدي إلى هؤلاء، ويؤدون إلى مسألة الحفاظ على تحالفاتهم ومصالحهم الآنية والأنانية. أظن ده شيء خطير جدا فيما يتعلق بهذا الأمر. بجزء لا يتجزأ أيضا من هذه البيئة وتهيئة خشبة المسرح في هذا الإطار ما يسمى بإعلام الإلهاء. أيوة، إعلام الإلهاء، بيطلعوا لنا أخبار كده كل يوم تلهينا. أظن إحنا عارفين المسائل اللي بتتعلق، أنا آسف إن أنا بتكلم عن هذه الموضوعات، بتكلم عن قبضه على صافي ناز، أو مش عارف فيفي عبده الأم المثالية، أو مش عارف هيعملوا حفلة علشان اختيار ملكة جمال الكلاب، أو مش عارف إيه. ما هذا الأمر؟ ما هذا الأمر يا سادة؟ الأمر هو عملية الإلهاء، عملية الإشغال عن مواقف حقيقية تتعلق بمصر التي تسرق أملها وأهدافها التي حققتها ثورة 25 يناير من مكاسب وأهداف. أيوه، عاوزيننا نهتم بمثل هذه الأشياء. هم ليه دلوقتي بيهاجموا الرياضة وبيهاجموا الكورة؟ بيهاجموا الرياضة والكورة لأنه في حاجة اسمها الألتراس، لأن هؤلاء بدأ يكون عندهم وعي وبدأ يكون عندهم مطالب، وعلشان كده بيقول لك بلاهم ده الرياضة ممكن تبقى من غير جمهور، والرياضة لازم من جماهير. إذن المسألة كلها هي عملية إشغال، حتى الأداة الرياضية كان يقومون بها بعملية إلهاء واشتغال، بيشتغلون يعني. هذه هي المسألة الحقيقية التي يجب أن نتوقف عندها في هذا المقام، مسألة الاشتغال، مسألة الإلهاء، مسألة الإشغال.
هو ده البيئة اللي بيحاولوا يصوروها لنا كل يوم في إطار خبر هنا يسرب وخبر هنا يسرب، ينشغل الناس وينسون المسائل الحقيقية. المسائل الحقيقية يا ناس إن مستقبل مصر أملها صورتها بتتسرب يدا بيد من خلال تمكين ثورة مضادة، من خلال دولة عميقة، من خلال تحالفات دنيئة. هذه التحالفات الدنيئة للأسف الشديد هي اللي بتمكن لنفسها الآن من خلال أدوات، من خلال أدوات إحنا عارفين إن هذه الأدوات بتمكن لهؤلاء بشكل أو بآخر، وتقوم بكل هذه العمليات بالقهر، بسيف القتل، بسيف الاعتقال. هذه هي المسألة، هي دي الصورة اللي عاوزين يغطوها ويخبوها. علشان كده احنا بنتكلم على مجلس القومي لحقوق الانسان بيطلع تقرير، بيطلع الاول ملخص عشان يشوف ويقص النبض. بدأت المنازعات وبدأت المداولات، بيعلنوا التقرير في 18 مارس وبيحاولوا ان هم، وهو ده نسخة التقرير. للأسف الشديد في هذا التقرير بيطلع واحد منهم بيقول احنا شلنا الحته دي عشان هم مش عاوزينها، وشلنا الحته دي عشان هم مش عاوزينها. ده معناه ايه يا ناس؟ ده بيقول احنا كذبه يا ناس، ده بيقول انه هذا التقرير كاذب، ان احنا شلنا حاجات عشان الناس ما تقولش، وعشلنا حاجات عشان الناس ما تقولش، وما قلناش ان الجيش كان بيدعم الداخليه علشان ما يقولوش ان الجيش شبكه في احداث فض اعتصامي ربعه والنهضه. لازم نقول هذا الكلام، لازم نؤكد على انه مساله التعتيم الشديده التي تتعلق بهذا. وبعدين ايه هو المساله؟ يطلع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان يقول لك ايه؟ احنا الاعداد بتاعتنا اهي، اللي عاوز يقول اعداد تانية يطلع ويقول. طيب الناس عاوزه تطلع هتعمل اجتماع، أعلنت إنها هتعمل اجتماع عشان ترد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اللي حدث إن هم وجهوا أجهزة الأمن علشان تمنع إقامة هذا المؤتمر وتقبض على كل الصحفيين ثم تطلقهم بعد ذلك. هي دي المسألة، أظن دي مسألة شديدة الخطورة، أظن هو ده التعتيم اللي إحنا بنقول عليه. بين هذه الأجواء التي تتعلق بالتعتيم والحيرة والنفاق وكل هذه الأمور والإلهاء والإشغال وكل هذه الأمور، لازم تطلع كل هذه المسائل التي تتعلق بإعلامنا. هو ده الإعلام اللي بيقوم بعملية ظلم وإظلام للحقيقة، تعتيم. لما بنقول أنه صندوق أسود، لازم تعرفوا أنه أسود في أدائه ووظيفته، وأسود في محركيه والفاعلين فيه. أيوة، هذه مسألة غاية في الأهمية. نوصل لبيت القصيد، نوصل للمسألة التي تتعلق بالإعلام وتسويق الأحلام وترويج وصناعة الأوهام. هو ده المسألة، لأنه أنا عاوز أقول لكم حاجة. لما بيتكلموا دلوقتي عن واحد الكبير جاي، اتقل يا شعب الكبير جاي. ايه هو الكبير؟ الكبير واحد هيرشح نفسه، هيجي من بعيد، البطل قادم. تنفرج ستارة المسرح عن هذا البطل، يزيد عدد الصفاقين والمصفقون لهذا البطل المنقذ المخلص. البطل لما بيتفتح وبتنفرج ستارة المسرح عنه، للأسف الشديد بيوعد الناس بحلم، حلمه هو مش حلم الناس، حلمه هو حلم السيف الأحمر اللي مكتوب عليه بالأحمر وحلم الساعة الأوميجا، حلم الرئيس، حلم كونه رئيس. هو ده الحلم اللي هو بيصدره للناس، وكأنه الأحلام بتاعت الناس كلها يجب أن تمر من خلال حلمه. ليه؟ أنتوا عارفين مسمي برنامجه إيه؟ أنا اللي بقول والله، ده الجرايد
والجرايد الرسمية بتاعته والجرايد الخاصة اللي بتهلل له، مسميه الحلم القومي، كأنه حلم الناس لا يتمر إلا من خلال حلمه بتولي وبتمكينه على كرسي السلطة. لكن إحنا لازم هنصحى على كابوس كبير. الكابوس الكبير أن هذا الرجل قتل، هذا الرجل ارتكب كل المسائل التي لا تؤهله إطلاقا لحكم مصر. عشان نؤكد على المعاني دي ونؤكد يا ناس إن الوضع ده لا يمكن إطلاقا تسويق هذا الحلم ولا تبريره ولا تسويقه إلا من جملة المطبلين والمزمرين والمنافقين وكل هؤلاء يتحدثون عن شيء شديد الخطورة، يحاولون فيه جر مؤسسة عسكرية إلى حيث يجب أن لا تجر، إلى منطقة يجب أن لا تكون فيها. هذه المسألة لا، ده كابوس مش حلم، كابوس، لأنه هذا الكابوس سيصحو ويستيقظ فيه الناس على احتجاجات تتعلق بمعاشهم وتتعلق بقتلاهم ومعتقليهم. هو ده المعنى، لأنه مش ممكن أبدا عشان تحقق حلمك تدوس على أجساد الناس وتدوس على أحياء الناس وتدوس على دماء الناس وبعد كده بتقول إن أنت بتحقق حلمك مكتوب على سيفه بالأحمر. لا، مش بدماء الناس يمكن أن تحقق حلمك، حلم المصادفة اللي انت عاوز تسوقه بالنسبة للناس تحت انه حلم قومي. الشيء الثاني المهم جدا تسويق وتمرير الأوهام، وده شيء خطير جدا، شيء خطير جدا بما يمكن أن نؤكد عليه المعاني دي كلها. إيه هو تمرير الأوهام وإيه هو تسويق الأوهام؟ العلاج بالكفتة، علشان نقول كيف أن هؤلاء في إطار هذا العلاج بالكفتة بدأوا يقوموا بشيء شديد الخطورة في هذا المقام. هو إيه المسألة؟ هم يريدون من خلال أوهام خارجة عن إطار المنهج العلمي وخارجة عن أي إطار بيختبروا عقلية القطيع عند الناس، بيشوفوا قد إيه هم يقولوا كلام غير معقول وغير مقبول ويقبلوا الناس ويمشوا وراهم ويبقوا تبعهم ويصيصوا ويقولوا أيوة كده، إحنا ما نقدرش نعيش من دون هؤلاء، وإن دول هم ودول هم الدولة ودول هم البلد، وإنه ده جيش طلع له شعب، وإنه كل المسائل دي مقولات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو الأمر شديد الخطورة الذي يتعلق بتسويق الأوهام. أنا بدي مثل واحد لكن في أشياء كثيرة تدل على مسألة هذا الأمر الذي يتعلق بصناعة الأحلام وتسويق الأوهام. مش ممكن أبدا يؤدي ذلك إلى استقرار وإلى استقرار حقيقي، إن هذا لا يؤدي إلا إلى رضا كاذب وإذعان خطير لا يمكن أن يدوم، لأن الكذب لا يمكن أن يصطنع ويدوم طالما أن هناك وعي وبصيرة دائمة قادرة على أن تكشف الاستقرار الحقيقي الذي يكون ويبنى على أساس من الرضا والشرعية، والاستقرار الزائف الذي يبني على إطار من التخييل ومن التزييف ومن القمع ومن القهر ومن التخويف ومن استخدام كافة الصناديق، ومنها صندوق الإعلام، إعلام السحرة، إعلام السحرة الجدد. على مسؤوليتي سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.